يا جماعتكم كنز، الناس تغير منكم التاريخ هذا، عندكم هوية. خلينا العربية الأمازيغية وهذا الإسلام دين الدولة، خلونا هذه باديسية نوفمبرية، هذه ثوابت ما نقشوش فيها يا جماعة، هذه هويتنا. ولكن أي نخرجوا رجالنا وسالنا، وحان الوقت الكفاءات أنهم يكون إسقاط، لأن هذا الرجل وبحول الله سيكون رئيس الجمهورية القادم، لأنه الاستقرار يعيش الوطن، ولا الحتمية ولا خيار استراتيجي أن نختار سعد نجدبون، موس مزاجي، بل حتمية استراتيجية للوطن بغض النظر عن التحديات اللي يعيشها الوطن من نزاعات ما يدور في حدودنا. ولكن عارفين بلي هذا الشعب يديروا بال، عارفين بلي هذا الشعب سلالة الأحرار، دونك ما تخلوش النقة هذه باش تفرق من الشعب الجزائري. فثباتنا، خلوا الرجل باهي الاستكمال لبناء جزائر حرة